ما زلنا مع كورونا، حيث شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، والذي يتم تصنيعه محليا في مصر باسم فاكسيرا سينوفاك داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا. وقال مدبولي إنه تمت مضاعفة المواد الخام التي تحصل عليها مصر لتصنيع اللقاح حتى تكون كافية لإنتاج 80 مليون جرعة بنهاية العام بدلا من 40 مليون جرعة، مؤكدا أن مصر تسعى إلى توقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية لتصنيع جميع لقاحات فيروس كورونا محليا، حيث يستطيع مصنع لقاحات السادس من أكتوبر تصنيع 3 ملايين جرعة يوميا من أي لقاح، وليس لقاح كورونا فقط. وجودي في صرح طبي كبير جدا ويعني عريق واسم كبير في مجال انتاج الطبي، وهو مصنع شركة فاكسيرا. والحقيقة هذا المصنع الحقيقة يعني اهميته كبيرة جدا النهاردة واحنا موجودين، لان هو ده اصبح المصنع كل الابواب، اعتمدنا كل اللقاحات اللي يعني العالم اقرها ومنظمة الصحة العالمية اقرتها، تعاقدنا مع كل الجهات اللي ممكن انها نتعاقد معاها لتوفير اللقاح. والحقيقه يمكن اللي يعني لمسناه في الفتره الماضيه هو طبعا ان حجم الضغط العالمي والطلب العالمي الكبير جدا على اللقاحات خلى يعني الحقيقه بعض الشركات اللي كنا الحقيقه متعاقدين معاها على توريد كميات من اللقاحات في توقيتات معينه، يعني نتيجه للضغوط العالميه اللي موجوده عليها ابتدت يحصل فيه نوع من التاخير. وبالتالي يمكن احنا من اول لحظه كانت عينينا على ان احنا عشان نمتلك القدره وما يبقاش ان احنا يعني هقولها بمنتهى الشفافيه نبقى تحت رحمه السوق العالمي، كان يمكن توجيهات فخامه الرئيس ان احنا لابد من التصنيع المحلي للقاح في مصر باي صوره من الصور. والحقيقه يمكن يعني في هذا الصدد انا حابب ان انا اوجه الشكر ل يعني الحقيقه الصديق الكبير حكومه دوله الصين على دعمها الكامل لهذا الموضوع. الحقيقه يمكن لما معالي وزيره الصحه ويعني كل الهيئات اللي موجوده في مصر ابتدت يعني تسعى الى موضوع تصنيع اللقاح، يعني تواصلنا مع يعني شركائنا في دوله الصين، وهم الحقيقه مشكورين من خلال احد الشركات العالميه اللي بتنتج اللقاح في الصين وافقوا على انتاج اللقاح في مصر. ويمكن الحمد لله حضراتكم يمكن فخامة الرئيس في افتتاح قاعدة 3 يوليو اعلن عن الانتاج الوطني للقاح، ويمكن النهاردة احنا شفنا مع بعض يعني المراحل الاولى لانتاج اللقاح، ويمكن انتجنا لغاية دلوقتي مليون جرعة يعني. ويمكن النهاردة طاقة المصنع هنا انها تقدر تنتج في الوردية الواحدة 300,000 جرعة في اليوم، يعني اذا عندنا كميات من المواد الخام ممكن ان احنا نعمل ورديتين يبقى نصل الى 600,000 جرعه في اليوم. الحقيقه يمكن هو التحدي النهارده، وده اللي اتكلمنا مع يعني اشقائنا في دوله الصين والسيد سفير، هو ان احنا نضاعف كميات المواد الخام، الماده الخام اللي هي بتصنع منها اللقاح، لان كان تعاقدنا مع الشركه الام ان يبقى 40 مليون جرعه لغايه نهايه هذا العام. احنا طلبنا مضاعفة هذه الكمية، يعني هنتكلم على 80 مليون جرعة لغاية نهاية هذا العام. 80 مليون جرعة يعني تكفي لقاح 40 مليون مواطن فقط. نرحب عبر الهاتف من القاهرة بالدكتور محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء. برحب بك يا دكتور. أستاذ محمد ألو. فؤاد أهلا بحضرتك أستاذ. أيوة. محمد فؤاد تمام، أهلا بحضرتك فؤاد. أهلا بك. يعني دعنا نتحدث عن مسألة توفير لقاحات وتصنيع لقاحات كورونا محليا والبدء بتصنيع مليون جرعة اليوم، الحديث عن تصنيع تقريبا 80 مليون جرعة بنهاية العام، لأي مدى التصنيع المحلي سيساهم في الإسراع بعمليات التلقيح التي يعني كان هناك انتقادات كثيرة من منظمات حقوقية وغيره بأنها تسير بإيقاع بطيء؟ أهلا بحضرتك. خلينا نتفق الأول إن قدرة الدول على إنتاج الأدوية واللقاحات الحيوية دي مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا مش مهتم بفكرة إن يكون عندنا 80 مليون جرعة وكده، ولكن مصر النهاردة مشهد فريد جدا جدا في المنطقة بافتتاح قلعة صناعية كبيرة جدا جدا، مش للقاحات فقط ولكن فتح كبير لصناعة الدواء في مصر، افتتاح المجمع الصناعي اللي هو فاكسيرا للشركه العامه 6 اكتوبر.
لإنتاج اللقاحات وما يتجدد. تقريبا في حوالي 8 لقاحات إن شاء الله بإذن الله مصر هتكون مستعدة أو أصبحت مستعدة لإنتاجهم. ده هيحل مشكلة كتير قوي. نمرة واحد إنك تقدر تعمل اللقاح بإيدك، وبالتالي ما تقعش تحت احتكارات أو سيطرة دول معينة. احنا شايفين العالم كله بيشتكي إن الدول العالم المتقدم تقريبا استولوا على حوالي 60% من اللقاحات الموجودة، والشعوب الأخرى تقريبا عندها مشاكل. في مصر احنا برضو عندنا مشاكل حقيقية، عندنا مواطنين مسجلين من حوالي 3 أشهر و4 أشهر حتى الآن ما حصلوش على الجرعة الأولى. تقريبا احنا ممكن نكون دخلنا حوالي 6 مليون مواطن حصلوا على الجرعات. احنا بنتكلم عن شعب في حوالي 110 مليون مواطن، فاحنا فعلا عندنا مشكلة حقيقية. افتتاح المصنع دي بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، كان مفترض ان الافتتاح بتاعه يكون من اسبوعين ولكن حصل بعض التأخير. طبعا كل ده دي نتيجة فعلا تعاون مثمر جدا جدا، مشكور جدا جدا بالنيابة عن الشعب المصري. بشكر الحكومة الصينية والشعب الصيني انه قدر يوفر لمصر التقنية الصناعية والتكنولوجيا الكبيرة ديت. في نفس الوقت الأهم جدا من الموضوع ده استمرار تدفق المواد الخام اللي تقدر تخلينا في مأمن عن أي مشاكل موجودة، وبالتالي تحرك الطوابير، طوابير الانتظار الكبيرة جدا 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 اللي بدأت تظهر، وتخفف الضغط في نفس الوقت، وتدي أمان وطمأنينة للناس إن اللقاح موجود بشكل كامل وآمن. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء. شكرا جزيلا.